بعد 40 عاما من النضال، الباكيكا تصل مرحلة تقديس الحذاء. نظمت الباكيكا التظاهرة في مدينة دوسلدروف الألمانية. الملفت للنظر خلال التظاهرة هو حمل المتظاهرين حذاء من ماركة ماكاب، والذي كان مسلحو الباكيكا الجريلا يلبسونها خلال التسعينيات. ففي مقدمة الحشد رفع المتظاهرون حذاء ماكاب كبيرا، بينما حمل المتظاهرون نساء وشبابا الأحذية فوق أكتافهم. ولو سألتهم لماذا ترفعون الحذاء لقالوا تقديرا لنضال الجريلا، غير أن تلك الحذاء لا تربطه أي علاقة بالجريلا أو كردستان أو المقاومة ضد المحتل أو الموقف ضد الاستعمار، بل الارتباط الوحيد لرفع الحذاء في مقدمة المتظاهرين باسم الكرد في أوروبا هو باللقاطة، أي جهالة النسب والمصدر وعبادة الأصنام. فاللقيط بمدلوله السياسي يعني ضياع الجوهر وغرابة القيم والمبادئ وإيصال الشيء المختلف والانقطاع عن الأصل، بينما عبادة الأصنام بمعنى ضياع الحق والحقيقة وتقديس شيء لا معنى له. فنضال الباكيكا بعد 4 عقود من المعارك والحروب أوصل جماهيرها وأتباعها لتقديس حذاء. ذلك النضال الذي تسبب بحرق 5000 قرية في كردستان تركيا وموت 30,000 شخص، ما زالت مقابر الآلاف غير معلومة، بل أصبحت كردستان تركيا تعاني اليوم أكثر من وطأة الاحتلال من ذي قبل. فالشعب نسي التحدث بلغته الكردية السائرة في طريق الضياع للأسف الشديد، كما أن هناك مخاوف عظيمة من عمليات انصهار نهائية للكرد في كردستان تركيا. رغم كل هذا حشدت الباكيكا جماهيرها حول حذاء مرددة بهم شعارات الانتصار. جعلت الباكيكا قدر الكرد في كردستان تركيا مجهولا خائبا بين صور أوجالا وحذاء مكاب. والحق أن التقديس والعبودية كانت لآبو وحده حصرا في الماضي، ولكن يبدو أن صور أوجالا لم تكتفي وحدها. لهذا تحاول الباكيكا تقديم أحذية الجريلا والجريلا كقوالب أبرز واستغلال الأحداث وتقييمها بشكل أكثر حساسية بقليل. في الحقيقة نستطيع القول بأن الفكر العميق الذي يدير الباكيكا نجح إلى حد كبير في إيقاع الكرد في مصيدة حذاء ماكاب وصنم عبد الله أوجلان، بحيث وصل الإنسان بين الصنمين لمستوى لا يفهم الحقيقة أو يميزها. فمن جانب يموت شباب بشكل يومي ويقدس الموت، بحيث أصبح تساؤلنا لماذا تدفعون من في ريعان شبابهم نحو الموت، أصبح هذا التساؤل جرما وجناية لا تغتفر بشكل طبيعي. فالباكيكا تعد الموت بطولة وبلوغ غاية الشرف، لهذا لا يحق لأحد الحديث عنه إطلاقا. فأفطست الشعب الكردي في دوامة الدم الموت الإيمان، والسبب الرئيسي وراء تقديس الباكيكا للموت هو حاجتها إلى من يفني ذاته من أجل بقائها هي. العارف بالباكيكا يدرك جيدا أنها لو جعلت من شيء رمزا فمن المؤكد أن لها مقاصد من ورائه، وهي هنا بأمس الحاجة إلى الموت. لهذا قامت بخلق أسطورة حول قتل الجريلا، فهي من جانب زادت من تشويق الموت للجريلا وشوقهم إليه، كما أججت في الوقت نفسه مشاعر الثار والانتقام لدى جماهيرها. والحق أن الجريلا ما زالوا صغارا مغرورا بهم، فيموت الجريلا الشباب الذين تم غسل أدمغتهم وسلبت منهم حريتهم في الحياة والتعبير منذ الطفولة. فكما كبش الأضاحي يربط أمام البيت لذبحه وتقديمه قربانا، كذلك يتعامل مع الجريلا الصغار. فيتم ربط الكبش أمام البيت ويتم تزيينه بالحناء ووضع قلادة حول عنقه لحمايته من العين، ويتم ذبحه لدى الحاجة للحمه. فكذلك الجريلا يتم تسجيل مقاطع فيديو لهم، يغنون ويلتقطون الصور، يكتب عنهم القصائد والأشعار، يتم صنع الأحذية لهم، وعندما يقضي حياته يتم نشر هذه المشاهد. فالباكيكا تهيئهم للموت وترسلهم لجبهاته، أي أنفاق الحرب، ولا تعلنهم حال موتهم بل تؤجل إعلان موتهم لسنوات. ولو قال أحد الجريلا أشعر بالتعب وحاول ترك التنظيم فمصيره القتل حالا. ويتم تخوين من أمضى طيلة حياته في صفوفها وفقد رجله أو يده لدى تركهم لصفوف التنظيم. نعم، فالجريلا كبش الفداء، الجريلا جث من حية توارى الباكيكا من خلفها. أما من يعيش في أوروبا فقد ضمنوا حياتهم، ينزلون إلى الشوارع
ويقدمون دعمهم المعنوي لأطفال الفقراء الذين ينتظرون الموت المحتم في أعالي الجبال. الجريلا ضحايا وقرابين تضربهم الدولة بعد رمي الباكيكا لهم أمام سيف الدولة الفاشية. ولكي تستثمر موتهم جيدا، تقوم الباكيكا بتشييع جثامينهم ودفنها بإطلاق الزغاريد، في حين لو أراد هؤلاء الخروج من أطر التنظيم وتركوه لا قتلوا. فلو كانت تلك الجماهير فعلا تجل الجريلا وتعظمهم، لتساءل عن سبب توجيه الباكيكا المعتمد لهؤلاء الأطفال نحو الموت، لتساءل عن سبب حشرهم في أنفاق الموت، لتساءل لماذا يؤخر إعلان موتهم. فيا ترى لماذا لا تسأل الباكيكا هذه التساؤلات؟ فعوض أن تفتخر عوائل الجريلا بأطفالهم، فلتتساءل هل كان ضروريا قتل أطفالنا؟ باختصار، موت الجريلا يفتح باب المصالح والفوائد على مصراعيه، فتجري الاحتفالات في أوروبا لهذا الغرض. كلما مات أحد الجريلا قام قيادة الباكيكا في أوروبا بقطع الضرائب أكثر، الكل ينتفع من موت الجريلا. فكما يقول الكرد، من مات فقد خسر نفسه. هذه هي الحقيقة. فمن الواضح أن جماهير الباكيكا في أوروبا تعتقد أنهم أحرار في رفعهم حذاء مكر، وأن هذا جزء من المقاومة والنضال. نعم، بقي الحذاء وحده لم يطف به الكرد المخلصين للباكيكا، وللأسف فعلوه، علما أن ماركة حذاء مكر ليس رمزا للنضال والمقاومة وجود الكرد، بل يمكن اعتبار هذا العمل رمزا لمصيادة الكرد بكل سهولة. فقد انتهى موضة هذا الحذاء عام 99. هذه هي حقيقة كردستان تركيا، شئنا أم أبينا. فبعد 40 عاما اخترعوا مسألة تقديس حذاء، بل جعلوا أبنائهم يقبلون هذا الحذاء. فأسلوب التعامل هذا لا يدل سوى على ضياع المجتمع الكردي في كردستان تركيا وتيهه، وعدم امتلاكه لوعي راق حر على الإطلاق.